عقبال يعني قاعد بيزيد صراحة النولج بتاع موضوع electric cars أو turning into electric cars قاعد بيزيد في مصر. احنا الموضوع متطور جدا في بلاد برا بس في مصر محدش كان مقتنع بيه. زيادة الكومباوندز في مصر والحاجات دي ابتدت تخلي الناس أوير أكتر بالموضوع جدا. احنا السنة اللي فاتت ما كانش معانا اي كارز برضو عشان ابقى يعني fair. السنة دي كانت اول سنة و everyone is really happy بالservice و really happy اصلا بالidea و a lot of people علقوا على الموضوع و having cars لكل فريق و having cars بس للعيبة و cars لل VIP experience given ان احنا بيبقى عندنا كذا event throughout الاربع ايام مش بس الماتشات. ف definitely it was a huge addition يعني لل whole experience على الاربع ايام في المنام.